هناك من دفع الإنسانية إلى الأمام، وهناك من دمرها. أين نحن الآن؟ أن تكسر قيود التقليد لتتغلب على العوائق. عبر عن نفسك بالابتكار والتجديد. نحن قادرون أن نصنع الفرق معا. حان وقت التغيير. أبدع للإنسانية. نحن اليوم وفي هذا المؤتمر ننظر بعين عميقة، ننظر بكل عمق إلى أهم مشكلة تواجه الاستجابة في سوريا اليوم، ألا وهي ديمومة وشمولية الاستجابة، ونطرح حلاً وهو الإبداع والابتكار. نطرح أن الإبداع والابتكار هو الحل لمعالجة مشكلة ديمومة وشمولية الاستجابة. Distinguished guests, WATAN staff and volunteers, colleagues from WATAN and NGOs.